مو جميع أنواع الجن يقدرون يتشكلون، نوعين فقط يقدر يتشكل على صورة إنسان أو حيوان، ومنهم المردة والعفاريت وسلالتهم فقط. أما الجن الثانيين ما يقدرون يتشكلون، وحتى إذا شكلوا ما راح يقدرون يتشكلون يعني وقت طويل، يقدرون احتمال يعني ثواني دقائق معدودة، لكن ما يقدرون يتشكلون مثل العفاريت. العفاريت يقدرون يتشكلون ساعات طويلة وأحيانا توصل الأيام. بقصة اليوم مرعبة ومخيفة. الشخص ساعد بنية، وهاي البنية طلعت من الجن، صارت ويا أحداث غريبة ومرعبة. ويلا نبدي بقصتنا. رشيد عنده سيارة يشتغل بيها، وهاي السيارة يعني شايلته نوعا ما، فدائما يودي الناس الأماكن وياخذ كروة، لكن ما يوقف يعني بشوارع أو كذا، يشتغل على التليفون فقط، يجي تليفون يطلع ويروح. بيوم من الأيام اتصل علي رجل غريب وقال له أريدك توصل عائلتي المكان، وطبعا رقمه هو مسوي على شكل كارتات وحاطه يعني بالقهاوي بأي مكان يروح يوزع هاي الكارتات. اتصل علي هذا الرجل واخذ عنوانه وراح عليه، وظل ينتظر بالباب تقريبا 10 دقائق، وطلع الرجل قال له عائلتي جاي تجهز شوية ويطلعوا لك. يقول ورا نص ساعة تقريبا طلعن 4 نساء وصعدن وياي بالسيارة، واحدة كبيرة بالعمر صعدت لي قدام والباقيات صعدن لي ورا، وبالطريق بدأوا يتحدثون وياي، وعرفت انهم رايحين العرس اقاربهم، والكروة يعني ما كانت قريبة، المكان اللي راح لاني تقريبا محافظة ثانية، وطريقها يمكن 4 ساعات إلى 5، واستمريت بالمشي ويا عائلة والوضعية طبيعية لغاية ما وصلت لهناك ونزلت وشلبوا بي وقالوا ما تروح وخلوني أتعشى وياهم، كان عندهم عرس والنساء ذني باتن يعني أنا أرجع وحدي، حاسبني النسوان. كملت عشاية صعد سيارتي حتى أرجع للبيت، أنا بالبيت أسكن وحدي لأن تركت زوجتي من فترة قصيرة، واني ساكن بشقة وأهلي بنفس الشارع وقاعدين بشقة ثانية، والبيت هذا ما تركته لأن كل أغراضي موجودة بي، فكنت أخذ راحتي وكنت بس بأوقات الظهر أروح يم أهلي وأتغدى، وبالليل أنا أصلا ما أتعشى نوبات شي خفيف فقط. المهم وانا جاي امشي شعرت شوية بالجوع لان استحيت اكل بالعرس، ناس غربة وما اعرفهم، فقررت اني وانا اخذ اشياء اذا القى محل على الطريق، لان اذا اوصل هسه لمنطقتي القى المحلات كلها مسدودة، وفعلا لقيت محل واخذت منه عدة اشياء ومشيت بالسيارة. وانا مشيت بالسيارة شربت بيبسي وشربت ماي وانا بالسيارة بعدني، فحبيت انه وانا انزل على جانب الطريق اقضي حاجتي وارجع للسيارة. نزلت قضيت حاجتي وسمعت صوت، الصوت كنت مركز عليه صح وناصي، لكن صوت مال بكاء مال بنية وجاي تبكي، والبكية مالتها غريبة نوعا ما، كانت البكية كأنه واحد يعني شايفين من واحد يدندن ويا نفسه هيج، بس عرفتها بكية. المهم قلت اكو احد هنا، وسمعت شي يتحرك على جانب الطريق، ناظرت عدل شعلت الفلاش مال التليفون او الاضاءة، هاي بنية ممددة على الارض بطريقة غريبة، والبنية مو كبيرة تقريبا عمرها 10 سنين يعني بهالحدود. قربت عليها وقلت لها انتي جابت هنا المكان هذا اللي جاي اسولف لكم عليه، كان مكان منقطع يعني مكان ما بي عالم، مكان ما بي بيوت، أغلب الأراضي اللي يمه كلها مفتوحة وشاسعة وأراضي تابعة للدولة، فاللي سويته قلت لها أنت جابت هنا وأنا أتكلم وياها وهي متجاوب، ضويت عليها شفت برجلها دم وما عرفت هذا الدم شنو مصدره. المهم حبيت أنه أنا أساعدها وما أتركها، شلتها وصعدتها لي ورا بالسيارة وكنت أحاجيها بالسيارة وما ترد علي، استمريت بالقيادة لغاية ما وصلت نقطة مال تفتيش وبيها شرطة، وأكيد هسه راح يسألوني ويقولون هاي البنية منو، أكيد أنا راح أوقع
بمصيبة. توكلت وقلت أقول لهم إنه أنا أريد أسلم هاي البنية لكم. ويوم اللي وصلت للشرطي ناظر بوجهي، شعر الضوء بالسيارة وتكلم وياي وقال لي أنت منين جاي؟ قلت له جاي من فلان محافظة ومتوجه للمركز مال المدينة. قال لي أطلع. من قال لي أطلع تفاجئت، معقولة؟ شاف بنية ممددة لي ورا وصغيرة بالعمر وأنا هم شاب، وما سأل وما قال هاي ليش نايمة وكذا. المهم ما عرفت أهمية الموضوع واستمريت بالمشي لغاية ما وصلت الشارع مالنا. بذاك الوقت ما قلت لأحد ونزلتها وياي ودخلتها للبيت ونيمتها بالصالة وناظرت شفت برجليها دم كأنه مضروبة، فحبيت أنه أنا أخذها للمستشفى، لكن فكرت بيني وبين نفسي إذا وديتها هسه المستشفى راح أنسأل إذا البنية يعني مثلا صادمها واحد أو مسوي لها شيء. المهم فخفت أنه أنا وقع بمشكلة، أكو يمنا مضمد قريب قلت خلي أجيبه وسولفنا، وهذا المضمد يعرفني وصديقي. طلعت علي ورحت، وأنا جاي أتمشى بالطريق شفت اثنين يمشون، وذول الاثنين مرة ورجال، لكن متأكد انهم كانوا بدون ملامح، كأنه الوجه اسود سواد مو طبيعي. ويوم اللي التفتت عليهم وناظرت شفت ظهرهم غريب جدا، ما لهم اي تقسيم ولا اي تفصيل، وكتفهم عدل، شكلهم غريب يعني الى ابعد الحدود. او القصة يعني ما قدرت اقرب الصورة اقرب، يجوز راح تضحكون، يعني كأنه ثلاجة وملبسها ملابس. اي فالمهم ما عرفت لهم اهمية، ماكو ايش تشبيه شنو الثلاجة. المهم كانوا عدلين. المهم كان جسمهم غريب جدا، فاستمريت بالمشي ورحت لهذا الرجل. دقيت الباب عليه والوقت متأخر عبر الساعة 2. طلعت من البيت وقلت له تعال عندي كذا وكذا بالبيت حاله. قال لي انت ليش تريد تذب نفسك بمشكله وانت بعدك شاب؟ فقلت له عوفني من هذا الكلام، لا بعدني شاب ولا اي شيء، امشي وروح شوف لياها على مود اذا زينه اهدها وارد افهم قصتها. البنيه يمكن خرسه، ما حكيت ولا كلمه. رحنا انا وياه نتمشى ووصلت للبيت مالتي او الشقه، ناظرت لقيت ذول الاشخاص واقفين لكن عندهم ملامح، وملامحهم غريبه جدا. المرأة والرجل يشابهون شبه مو طبيعي، وجوههم مرعبة ومخيفة، يعني ملامحهم حادة. وأنا ظلت أنظر عليهم وما أعرفهم، وسألتهم قلت لهم أنتم منو وش جابكم هنا؟ كانوا قريبين جدا من المكان اللي أنا أسكن به، مثل ما قلت لكم أنا كنت أسكن بشقة وحدي، فهم كانوا واقفين يعني جايين على هذا المكان. ناظروا بوجهي وقالوا إحنا جايين ناخذ بنتنا اللي موجودة يمك. المضمد هذا قال خلاص اجوا اهلها وياخذوها. قلت لي ليش ما تطب وياي تشوفها وتعالجها؟ مباشرة اتكلمت المرأة وقالت هو اصلا رجلي دكتور، ماكو داعي خلي يروح، راح هو واني فتحت الباب خايف ومرعوب. ولما دخلوا جوا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهاي الشغلة انا مو متعود عليها، لكن صارت عندي قشعريرة وخفت، وسامع انه اللي تصير بجسم قشعريرة يعني الجن مر من يمه او قريب منه. لما قلت هاي الكلمة هم كانوا يمشون وراي، التفتت وما لقيتهم، اختفوا تماما. بذاك الوقت خفت وارتعبت وما كنت اعرف شنو اللي يصير. دخلت للغرفة لقيت البنية عيونها مسدودة ونايمة، ويطلع من عندها صوت مخيف ومرعب، وهذا الشيء أرعبني جدا. دخلت الغرفتي وأنا خايف ومرتجف لغاية ما حسيت ببرودة مفاجئة أو هواء دخل علي، وحسيت بقشعريرة مو طبيعية بجسمي، وهذا الشيء خلاني مرتعب أكثر وأكثر. وقلت احتمال هاي البنية تكون من الجن واحتمال مو إنسانة. ظليت قاعد لغاية ما سهت عيني وغفيت، غفيت الأجزاء من الثاني، وصحيت على صوت مال الباب كأنه واحد جاي يحاول يفتحها. ويوم اللي قمت وناظرت من العين السحرية مالتها لقيت ذول اثنيناتهم موجودين، وهذا الشيء خلاني أجمد بمكاني. اتكلم واحد من عندهم، ما أعرف المرأة أو الرجل، كان صوته
خشن غير الأصوات اللي سمعتها بالسابق من عندهم، وقال لي أدري بيك واقف فر الباب، افتح الباب احنا ما جايين نأذيك، نريد ناخذ بنتنا ونروح. بذاك الوقت ظليت خايف وما فتحت الباب، وقمت أقرأ قرآن وتعوذ من الشيطان. واللي حدث هنا صار الوضع هدوء بهدوء، والبنية صوتها قام يعلى أزيد وأزيد كأنه جاي تنادي على أحد، لكن ما جاي أفهم الكلام اللي جاي تقوله. وبعدها سمعت صوت جاي من خارج البيت مالتي أو ورا الباب يقول لي اسمع، هذا الشيء اللي سويته مو من صالحك، وإحنا بيننا وبينك بس الدمار والخراب، ما كنت تعرف إيش أسوي. المهم رجعت للغرفة وأنا بحيرة من أمري، قعدت شوية وظلت تلفت وخايف أسمع صوت، كل ساعة أسمع صوت مثلاً مال باب تنفتح أو أسمع شباك يندق علي، وهاي الأصوات كانت توترني جداً. فاللي سويته قررت بيني وبين نفسي إنه أنا أطلع هاي البنية من البيت، وكنت كل ما أروح وناظر من العين السحرية ألقاهم واقفين بالباب. عدى علي يوم كامل لغاية الصبح واني منايم وقعدت، ولما قعدت لقيت البنية موجودة بمكانها، لكن لونها اختلف 180 درجة، من وجهها الأبيض عيونها الملونة صار وجهها أسود سواد داكن، واني أخاف أتقرب عليها، وكانت ما تتكلم ونايمة بنفس الطريقة اللي عفتها عليها. بذاك الوقت خفت أطلع من البيت. المهم رحت ناظرت من العين السحرية وما لقيت أحد، اتصلت على أهلي وقلت لهم كذا وكذا، تعالوا خلصوني ترى أنا سويت مشكلة بالبيت وكذا، وظليت أسولف الأهلي. أهلي قالوا لي 10 دقائق ونكون يمك، والدتي خافت قالت راح أخابر على أبوك وعلى أخوانك وأجيبهم. بذاك الوقت أنا اتصلت على أبوي وعلى أخواني لكن ما حد جاوبني، بس والدتي اللي جاوبت، وظليت كل ساعة اتصل على والدتي وأقول لها اسمعيني ترى كذا تعالي راح أموت من الخوف، وهي خافت وياي أكثر لأن أنا الصراحة خوفتها بكلامي وكبرت الموضوع أزيد من هذا الشيء اللي قلت لكم عليه، لأن حكيت لها بالتفاصيل وأقول لها أنه هي وياي، وهي كانت تسمع صوت البنية اللي يصدر من عدها وتقول لي الصوت جدا عالي وما جاي أسمع. مع العلم صوت البنية ما كان مرتفع لهاي الدرجة، صح أنا أسمعها بس مو معناتها أنه والدتي تقول لي مغطى على صوتك وما جاي أسمعك. سديت التلفون من والدتي وراها تقريبا بدقيقتين اندقت الباب، ناظرت لقيت أخويا جاي ولقيت ويا أخويا ولد جيراننا، اتفاجئت المفروض والدي يجي. المهم ارتاحت لما شفتهم، فتحت الباب لهم ودخلوا وقالوا شكو بس هاي الكلمة، وبعدها قلت لهم كذا وكذا وسألوني وقالوا البنية وين، وما تكلموا غير مثلا الكلمات، وقلت لهم موجودة بالصالة. راحوا يمشون عالصالة ودخلوا، ولما دخلوا سدوا الباب، وأول ما سدت الباب سمعتهم يقولوا لي أطلع من البيت بسرعة لكن بصوت مختلف، أقشعر بدني من شدة الخوف والرعب، طلعت أركض بالشارع وأصرخ وما وقفت إلا يم بيتنا، وقلت لها أخويا وجيراننا وكذا. والدتي قالت لي ما خابرت أحد، أني ما حصلتهم أصلا، حصلت والدك لكن والدك رفضني. المهم بهالأثناء والدي اتصل على والدتي وقالت لها كذا وكذا صاير، قال لها لا يروح للبيت، وبقى البيت مفتوح الساعات عديدة. لما رحنا للبيت لقينا ريحة بالبيت مو طيبة، وبنفس الوقت البنية كانت ما موجودة، والمكان اللي كانت نايمة عليه كان لونه يعني مثل الأسود أو ما أعرف شنو موجود عليه، وحلفت وقسمت إنه البنية كانت موجودة بالبيت وصار وياي كذا وكذا. أهلي بذاك الوقت صدقوا بي لأن أنا كنت خايف جدا ومرعوب وارتجف، وأصدقائي بهم اللي صدق وبهم ما صدق، وأنا مريت بحالة نفسية مو طبيعية، قمت أخاف وحتى رحت نمت يعني يم أهلي عدة ليالي، وكنت أخاف أبات بالبيت، أحيانا أرجع لبيتي أقعد لكن أشعر أنه أكو أحد وياي. ومرة وأنا داخل للحمام سمعت واحد يضحك من الصالة، والضحكة مالته كانت عالية جدا. اتدمرت فعلا ورا ذاك الموقف، ورحت يم ناس تقرأ بالقرآن
عدة مرات ويقولوا لي ما بيك أي شيء، أنت تعاني من اضطراب أو صدمة من الشيء اللي حصل، وياك وعلاجك مو يمنع، تريد اقرأ قرآن ورقي نفسك أنت. وفعلا أنا كنت دائما اقرأ قرآن، مر وقت طويل علي لغاية ما اتناسيت الموضوع، لأن هذا الموضوع مستحيل واحد يقدر ينساه، بس عد زمن طويل جدا، تقريبا بحدود يعني 10 أشهر أو أكثر، تقريبا سنة يعني نسيت الموضوع وطار من بالي. فاليوم من الأيام وأنا ببيتي وكنت خاطب يعني خطبولي أهلي جديد وجاي رتب بالبيت، فحبيت إنه أنا أبات بالبيت، وطول ذيك الفترة قمت ما أقدر أبات، ويمكن هاي أول ليلة أنا أباتها بالبيت. الغرفة مالتي كانت نظيفة وغرفة مال عريس جديد ومرتبة، وقلت راح أنام بيه. بذاك الوقت حتى ما نمت على السرير، قلت إلا يعني أتزوج يلا أنام عليه، يعني تركت السرير ونمت على الأرض بجانبه. تعرفون دائما تكون فتحة جوا السرير وأنا نايم وغثيان، حسيت شيء مشى على إيدي وإيدي كانت جوا السرير، ولما جيت أرد أسحب إيدي حسيت بإيد مسكتني. طبعا بذاك الوقت صرخ الصرخة عالية وطلعت أركض، ويوم اللي ركضت ناظرت لقيت بنية واقفة بالصالة وتقول لي وين تريد تروح، ترى عرسك ما راح يتم نهائيا لأناني حبيتك. وقالت لي بعد انت اللي انقذتني، شلون اتركك؟ من ذاك اليوم لهاليوم انتظرك تجي بيت اهلك ما قدرت ادخله، بس ها هي انت جيت وهاي غرفتنا. بذاك الوقت قمت يعني اقوم واقع يعني اركض، لكن ما جاي اقدر اطلع من البيت، احس الباب صارت بعد كيلو وين عني، ما خليت حاجة بالبيت ما ضربتها، وامشي وتلفت واسمع صوتها لغاية ما رحت يم الباب وفتحت الباب بلا وعي، وناظرت لقيت واحد واقف بالباب ومبتسم بوجهي، وهذا الشخص كان شكله غريب جدا، عيونه مفتوحة، تخيلوا انه عينه احس انه ظاهرة او طالعة لبرا، وحلقه مفتوح بطريقة عجيبة وغريبة. سديت الباب مباشرة ورجعت، ولما رجعت لقيتها واقفة وقالت لي لا تخاف مني. هنا صرت امام الامر الواقع، موجودين بالبيت وحتى خارج البيت. قلت لها انا ما سويت لك اي شيء، قالت لي وانا ما اريد اسوي لك اي شيء، اني احبك، خلاص الشاقة وياك، انا جاي ابارك لك واروح، واختفت من عندي كأنه حلم. وانا وراها لما شفتها يعني راحت من قدامي، اغمى علي وما صحيت غير الصبح، ولما صحيت الصبح كنت ما اتذكر هل هذا حلم ولا اني صار وياي حقيقي. المهم عدى اليوم وعدى اسبوع ورا كامل وانا ما ابات بالبيت بسبب هذا الحلم، لغاية ما اتقرب الوقت ما زواجي وتزوجت وجبت زوجتي البيت، وهاي كانت ليلتي الأولى، وانتو تعرفون هاي ليلة الدخلة يعني لها طقوسها الخاصة. ويوم اللي تقربت على زوجتي قامت تصرخ وتقول لي ما أريدك. المهم بديت أهدي بيها وقنعها، ونمنا أنا وياها، وما عدت الليلة قعدت بالليل على صراخ، لأن ذاك اليوم قالت أنا متعبة وأريد أنام، كانت تصرخ صراخ مو طبيعي. قعدت تقريبا على الساعة 5 بهالحدود هذا يعني ورا الآذان الفترة، لقيتها ناسفة نزيف مو طبيعي وتقول لي راح أموت. نقلناها للمستشفى والدكتور قال هاي بعد ما تحبل نهائيا، هي يعني ما راح يصير عندها أطفال، وما أعرف شنو اللي صاير وياها. مع العلم أنا يعني اتقربت عليها فعلا، لكن ما صار بيها أي شيء إلا نمنا ورا ما نمنا. فبديت أتكلم الأهلي والأهلها وكان ما حد يصدق به. استمريت عايش وياها تقريبا 5 أشهر وبعدها ما قدرت، لازم أطلقها لأن صار الوضع عيانا وبيانا قدام أهلها وقدام أهلي. بدت المشاكل تصير عندي بالبيت، أشياء تنشال كذا، أطب للبيت تقول لي ضربوني، تقول لي أكو أحد بالحمام يطالع بي وأني أتحمم، الظهرية مثلا أنا ما موجود بالشغل، تقول لي ألقى واحد نايم بجانبي على السرير، قامت تنفر مني وتقول لي ما أريدك. وفعلا طلقتها ورجعت قعدت بهاي شقتي، وأول ليلة قعدت بيها سمعت صوت جاي من المطبخ، ورحت أتمشي ولقيت بنية غريبة واقفة بالبيت، وهي نفس البنية تقريبا
اللي ساعدتها بملامح شوية أكبر بعمر أكبر، وقالت لي أنا مو قلت لك ما عوفك، صح قلت لك الشاقة لكن أنا ما راح عوفك أبد، واختفت من قدامي من ذاك الوقت. وتركت الشقة وطلعت، مع العلم هاي الشقة اللي أنا قاعد بيها كانت ملك وعرضتها للبيع فترة طويلة جدا، بس بحكم انه انا تكلمت عن الموضوع هواي للعالم واصدقائي فكانت السمعة مال الشقة سيئة وما حد قدر يشتريها، لغاية ما يوم من الايام اجى رجل واشتراها وقال اعرف كل سمعتها، لان اول مرة تقوله قال لي سألت واعرف لكن انا اريدها واخذها. وقعد بيها الرجل طبيعي، كنت بيها فترة وفترة لما اشوفه اسأله ويقول لي ما صار وياي اي حاجة، وما كنت اعرف شنو اللي صار وياي، هل هو سحر، هل هو انه انا فعلا ساعدت هاي الجنية، لان فعلا هاني عقلي طار من راسي. ولهنا تنتهي قصتنا. اذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركوا لي بالقناة، فعلوا زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.